عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال عليه الصلاة والسلام: فمن؟ يورد هنا إشكال، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أنس في صحيح البخاري، قال: لا يأتي زمان إلا وبعده شر من حتى تلقوا ربكم. فيكون هذا الحديث من حيث النظرة الأولى لا إشكال فيه. لما؟ لأن الحديث الذي معنا حديث يتعلق بأواخر هذه الأمة، لأن أول هذه الأمة قرون مفضلة كما جاء في الصحيحين: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فكلما طال العهد والبعد عن مصدر النبوة كلما قل العلم وكثر الجهل، وبالتالي يصل ماذا؟ إذا كثر الجهل بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم سوف يجهلون ما كانت عليه الأمم السابقة، وبالتالي يتبعون. ولذا قال عز وجل مبينا أن طول العهد والزمن بين الناس وعصر النبوة بين أنه سبب لقسوة القلب. قال تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ثم قال: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، كما أن الماء يحيي الأرض الميتة فكذلك حياة القلوب بماذا؟ بالوحي. فهذا الحديث من حيث النظرة الأولى لا إشكال فيه، يتوافق مع ما هنا.